السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمن جولاتنا في الجامعات التركية هنتكلم عن جامعة بلجيك الحكومية. هناخد جولة داخل الجامعة نمدكم بالمعلومات وقوانين الجامعة وكل المعلومات اللي عايزين تعرفوها عن الولاية وعن تكاليف المعيشة والسكن فيها. ما تنسى اللايك والشير وتابع الفيديو للنهاية ويلا معنا. تعتبر جامعة بلجيك في تركيا من الجامعات الحكومية الحديثة النشأة، وتأسست عام 2007. على الرغم من ذلك فقد حجزت مكانة مهمة بين الجامعات الحكومية في تركيا. يجب على الطالب دراسة اللغة التركية أولا، وذلك من خلال دراسته 5 مستويات وتبلغ تكلفة الدراسة حتى تاريخ هذا الفيديو ما يعادل 570 دولار. كما يوجد في الجامعات الحكومية كافتيريا تمد الطلاب بوجبة مدعومة من الولاية، وذلك من ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب ودعما لهم، بحيث يبلغ سعر الوجبة 15 ليرة أي ما يعادل نصف دولار. وتعتمد الجامعة نظام التخصص المزدوج الذي يتيح للطلاب دراسة تخصصين في آن واحد. وتوجد في الجامعة 10 كليات ومعهد و7 مدارس مهنية، إضافة إلى العديد من مراكز البحوث والتطبيقات، وتشمل كلية الطب، كلية الهندسة، الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والفنون. لماذا سميت الجامعة بجامعة بلجيك الشيخ أديب علي؟ ومن هو هذا الشيخ؟ ولد الشيخ أديب علي رحمه الله عام 1206 في قرية مكور التابعة لولاية غرشهير وسط تركيا، وهو من نسل بني تميم، وهو معلم السلطان عثمان الأول ووالي زوجته، وهو المؤسس الروحي للدولة العثمانية. كان الشيخ أديب علي فاعلا أساسيا في تلك الحقبة الانتقالية بين الدولتين السلجوقية والعثمانية، وقد كان له الأثر في بناء شخصية صهري عثمان خان رحمه الله. توفي الشيخ أديب علي عام 1326 في ولاية بلجيك عن عمر ناهز 120 عام، وبنى له أورخان غازي ضريحا تكريما لذكراه، ولا زال الناس تذهب إليه للترحم على روحه.
تقع ولاية بلجيك في إغليم بحر مرمرة، وتتميز هذه الولاية بأن التاريخ الأسطوري لتركيا بدأ منها، فهي مصغة رأس عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية. في عام 1299 سيطر العثمانيون على بلجيك، وأسس عثمان غازي الدولة العثمانية، ومنذ ذلك الحين شهدت المدينة تطورا تحت الحكم المدني. ويبلغ أسعار إيجار الشقق المفروشة حوالي 200 دولار إلى 300 دولار. ودي كانت جولتنا في ولاية بلجيك. ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير عشان الفيديو يصل لكل الناس. انتظرونا إن شاء الله في فيديو قادم عن ولاية جديدة وجامعة جديدة. في أمان الله.